الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن الليفر اوف هورس. اول حاجة نتكلم فيها عن الليفر اوف هورس، هنتكلم على ازاي بنقسم البيزك كلاسيفيكيشن اوف ذا هورس او ذا ليفر اوف ذا هورس. اول حاجة هنقولها اللي احنا بنقسم الليفر اوف ذا هورس الى ثلاثة بيزك لوب، رايت وانترميديت وليفت. بنقسمهم ازاي؟ اللي احنا بنعمل اثنين، بيبقى في اثنين ايميجينري لاين، في خطين تخيلين من عند الكودا الفينا كافا لحد الفص اوف جول بلادر، ده الرايت ايميجينري لاين، والميجر السكند ايميجينري لاين من الفص اوف اسفوجيال امبريشن لحد الامبلايكال بوشر. يبقى عندي في اثنين ايميجينال لاينز، اول لاينز اليمين من عند الكودا الفينا كافا للفص اوف جول بلادر، الخط الثاني من عند الاسفجيال امبريشن لحد الامبلايكال فيشر. قسم لي بقى، اما نحط الخطين دول كده، قسم لي الليفر الى ثلاثه بيزك لوب، واحد رايت والانترميديت والليف. الرايت بيبقى في بعض الحيوانات بتبقى ديفايدد رايت لاترال ورايت ميديال، والانترميديت بتنقسم بالبورتا هيباتس المكان اللي في المنتصف الفيسرال سيرفيس بتاع الليفر الى سوبرا بورتال وانفرا بورتال، يعني مكان فوق البورتا ومكان تحت البورتا. وبعض الحيوانات بنقسم لاثنين، السوبرا بورتا بتنقسم لكوديت وبابيلاري، والانفرا بورتا بيبقى عباره عن الكوادريت لوب. وده عندي الليفت لوب بينقسم لليفت ميديال وليفت لاترال. يبقى انا كده عرفت تقسيمه اللوبس بتاع الليفر. قلنا يبقى عندي في اثنين لاينز بيقسمون الليفرز على بعض الى ثلاثه بيزك لوب، واحد رايت انترميديت ليفت. الرايت ممكن يتقسم لرايت لاترال رايت ميديال، الانترميديت سوبرا بورتال عباره عن كوديت وبابيلاري وكوادريت، وبعدين الليفت ليفت ميديال وليفت لاترال. احنا دلوقتي بنتكلم عن الليفر بتاع الهورس بس. الليفر بتاع الهورس بيبقى له اثنين سيرفس، السيرفس اللي باين قدامنا ده الفيسرال سيرفس، والسيرفس الثاني ده اللي تحت هنا ده بسميه البرايتال سيرفس. فما بشوف البرايتال سيرفس ده اللي بيبقى له ملامس للدايفرام للحجاب الحاجز. عندي الفيسرال سيرفس المكان اللي في النص هنا ده بسميه البورتا هيباتس، دي اريا في الفيسرال سيرفس اوف ذا ليفر بيخش لها الهيباتيك ارتر والبورتا فين، بيخرج منها الهيباتيك فين دي اللي موجوده في والبايل داكت بيخرج من البورتا هيباتيس. نيجي بقى اللوبس بتاع الليفر في الحصان. قلنا اول واحد عندي هشوفه اللي هو ده بسميه الكوديت بروسيس. عندي ده الرايت لوب في الليفر بيبقى undivided. الرايت لوب في الليفر بيبقى undivided. هنا مكان الجول بلادر بس تبقى absent في الاكواين او absent في الحصان. دي كلها بسميها الكوادريت لوب. الفيشرز دي بسميها الامبلايكال فيشر. الليفت بقى بينقسم لاثنين، ليفت ميديال وليفت لاترال. الليفت ميديال اللي هو جنب الكوادريت، والليفت لاترال اللي بره. يبقى عندي اجزاء الليفر، قلنا ده الكوديت بروسيس، رايت undivided، كوادريت، ليفت ميديال، ليفت لاترال. البابيلاري اللي بيبقى موجود على الليفت بيبقى ابسنت. يبقى انا عندي في حاجتين ابسنت في الحصان، البابيلاري لوب والجول بلادر. ده عندي اجزاء الليفر بتاع الحصان. عندي بقى بعض الاربطه اللي ممكن تبان لي دلوقتي، هناخدها كامله على اما يكون الاستومك معاها والسبلين والديافرام والكدني. فعندي في رباط ماسك على البورت الليفت لوب من فوق هنا كده، ده بسميه الترينجولار ليفت ترينجولار ليجامنت. وعندي ده الرايت ترينجولار ليجامنت. واحد على اليمين وواحد على الشمال. اللي على اليمين بيمسك في الرايت لوب، واللي على الشمال بيمسك على الليفت لوب. ده اجزاء الايه؟ ده اجزاء الليفر. ده اللي انا مطالب بيه في الليفر واللوبس بتاع الليفر. قلنا يا جماعه ادي البورتا هيباتس اهي. بيخش فيها الهيباتيك ارتري والهيباتيك نيرف بلكسس، وبيخرج منها البايل داكت. ادي الكومن بايل داكت اهي طالعه، والكومن بايل داكت ديك راح تفتح على الديودنم، فتحنا الديودنم اهو على بابيلا
لان البابيلا اهيت اللي هي الجزء البارز ده، ده بسميها الميجور ديودينال بابيلا. الميجور ديودينال بابيلا، انا فتحت الديودرم اهو عشان نشوف الميجور ديودينال بابيلا اللي هي فتحه مين؟ فتحه البايل داكت. فتحه البايل داكت ده هي اخر حته عندي في السيلياك.